بمسافات قصيرة بعيدة في الملعب يعطي قوة هجومية كبيرة للفريق. وهذه هي التشكيلة الأساسية لفريق الشياطين الحمر في مباراة اليوم. الفريق يعتمد على طريقة 4-5-1 في مباراة اليوم. نبدأ تشكيلة ليفربول واضحة على الشاشة. أليسون بيكر في حراسة المرمى، فيرجيل فان دايك سيلعب بجواري ماتيب في خط الدفاع، ساديو ماني سيبدأ مع محمد صلاح في مركزي الجناحين، وفي الأمام يتواجد فيرمينو. والآن تبدأ هذه المواجهة على أرضية الملعب هنا في قمة الكرة الإنجليزية بين مانشستر يونايتد وليفربول. كرة بينية فيها خطورة الآن، حارس يتعلم يتصدم يتحدى ويتألق. الله على كرة كان ممكن تحرك الشباك، فرصة خطيرة، ممتاز حارس المرمى. هدف التقدم يقترب، يورجن كلوب الآن بتوجيهات بتعليمات يدفع فريقه إلى الأمام. يلعب الكرة إلى منتصف 18، دفاع بيشتت الكرة من خط المرمى. الكل كان ينتظر الكرة في الشباك، لكن الدفاع كان في الموعد، إخراج لهذه الكرة من على خط المرمى في الوقت المناسب. قطع للكرة في الوقت المناسب. دقائق أولى تلعب من كلاسيكو إنجلترا. الحديث عن قمة إنجلترا الكبرى ليفربول ومانشستر، الفريقين الأكثر نجاح الأكثر تتويج في تاريخ الكرة الإنجليزية. هذه المواجهة الكلاسيكية واللي تحمل عداء كبير بين مدينة مانشستر ومدينة ليفربول. الليفر الردز والشياطين الحمر دائما في صراع لا ينتهي. هذه المواجهة اللي تعتبر دائما ما يكون لها أهمية عند المشجعين، التتويج والتفوق فيها على الغريم وعلى المنافس في ترتيب الدوري، كلها أمور تهم المشجع والمتابع، وبالتالي يمكن أن نعتبر بأنهم الفريقين الأكثر شعبية في إنجلترا، وهذا أمر يزيد من أهمية هذه المباراة هنا في الكرة الإنجليزية. سانشو، برونو فرنانديز، هجوم لمانشستر يونايتد، كرة خطيرة، الهدف تقدم، نجحوا في إبعاد الخطورة، تركيز عالي من الدفاع. روبرتو فيرمينو، فقدوا الكرة، كانت فرصة خطيرة جدا. ماركوس راشفورد امتصر إلى فرنانديز، سانشو، عرضية تسترد بدون مشاكل، تمريرة سيئة تذهب للفريق الخصم. إيدينسون كافاني، سانشو بيلعبها في الخلف، برونو فرنانديز، يا الله، هدف لمصلحة مانشستر يونايتد، ضربة أولى في مرمى الغريم، هدف أول يشعل المباراة، هدف بمنعطف جديد الآن، الله على الشياطين الحمر.
كرة تسديدة في الهواء تدخل المرمى. إذن أول أهداف هذه المباراة مشاهدينا متابعينا، النتيجة 1-0 الآن. ساديو ماني، روبرتو فيرمينو، ساديو ماني يستعيد الكرة بأداء دفاعي قوي جدا. جوردان هندرسون، قوة كبيرة في الاحتفاظ بالكرة، افتكاك ممتاز في 18. المستضيف لا يستحوذ على الكرة كثيرا في هذا اللقاء. أن تكون الطرف الأقل استحواذا ليس كارثة طالما أنك متفوق ومتقدم في النتيجة وتعرف كيف تطبق أسلوبك على أرضية الملعب. ما فائدة الاستحواذ إذا كنت لا تعرف كيف تصل للمرمى وتسجل؟ كرة خطيرة على المرمى، هدف بيريح الأعصاب، هدف بيزيل التوتر، هدف بفارق الهدفين، مزيد من الراحة. الأمور لم تنتهي لكنها اقتربت الآن. نشوف الكرة من جديد ونتابع التحركات، شوف التمركز، انظر إلى حارس المرمى، ما كان في مجال، الكرة كانت من مسافة قريبة. هدف يوسع الفارق مشاهدينا، النتيجة الآن 2-2. فابينيو، هندرسون، محمد صلاح، تمريرة غير دقيقة تذهب للمنافس. يتحرك بالكرة للأمام، الآن ممكن يلعبنا كرة عرضية، يرسل الكرة في الخلف، اعتراض للتسديد، فرصة للتسديد، كرة 1-2، يلعبها في مكان، هدف لمصلحة مانشستر يونايتد. مانشستر يونايتد يوسع الفارق الآن، هدف يعطيهم الأريحية الكبيرة في إكمال المباراة بدون ضغوطات. فرحة القلب تجعل الوجه سعيدا كما هو واضح الآن على وجه هذا المدرب، اللي تنعكس أيضا مجريات هذه المباراة وسيطرة فريقه وتقدمه في النتيجة. إذن حتى اللحظة مشاهدينا المباراة باتجاه واحد والنتيجة تؤكد ذلك، فارق الأهداف كبير، ما زال أمامنا الكثير من الوقت قبل النهاية. روبرتسون، ملعوبة إلى فابينيو، جويل ماتيب، فابينيو. شوط أول ينتهي الآن والنتيجة 3-0.
اليونايتد قدم شوط أول ممتاز جدا وتقدم في النتيجة، الآن عليه أن يحافظ على ذلك في الشوط الثاني. يا مجنون يا أخي أنت كيف تلعب؟ شوف الهروب من الرقابة. فريد ولا مع برونو فرنانديز، حلوة من الدفاع، خلصها افتكاك الكرة السابقة. محمد صلاح الكرة وصلت لمحمد صلاح، يعود للخلف من عرضية جميلة في منطقة جزاء، يستعيد الكرة، كرة مرتدة فيها خطورة. فيكتور ليندلوف، فريد، ماك توميني، امتصر الى فرنانديز، سانشو، ممتاز التدخل من الكانتارا، ساديو ماني، الكرة مع فابينيو، تياغو الكانتارا، روع المدافع، يستخلص الكرة بتدخل ممتاز، تمريرة استعراضية بالكعب، برونو فرنانديز، سانشو، مرة أخرى لسانشو. شوف جمال التيكي تاكا، شوف الطريقة، شوف الاستحواذ، شوف التمريرات بين أفراد اللاعبين، لكن بتروح الكرة وتروح إمكانية بناء هجمة وتشكيل خطورة. مساحة كبيرة أمام صلاح على الطرف، جوردان هندرسون، روبرتو فيرمينو، شوف استعادت الكرة، تياغو الكانتارا، فرصة عند فيرمينو، أوهو في المرمى من فيرمينو، شوف احتفالية اللاعبين مع المدرب يورجن كلوب، شوف العلاقة، شوف الحب الكبير بين المدرب واللاعبين. نشوف ونتابع كرة الهدف مرة أخرى. الحقيقة اللوم على حارس المرمى لأن أتاح الفرصة لكي يدخل هدف في مرمى من زاويته، حقيقة ليتحمل مسؤوليتها. نتيجة الآن 3 أهداف لهدف، هدفين يفصلان بين الفريقين. قوة كبيرة في الاحتفاظ بالكرة، تدخل ممتاز هنا، روبرتو فيرمينو، كرة خطيرة عند تياغو، اوهو اشتعلت المباراة الآن، العودة تقترب، التعادل صار ممكنا، المباراة لم تنتهي بل بدأت الآن، أي سيناريو مجنون في هذه اللحظات. نشوف لقطة الهدف مرة أخرى ونشوف كيف كان البناء والعرضية، ثم شاهد معي السهولة والسلاسة في لعب الكرة على الطاير في المرمى، هدف جميل. ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة مثيرة حتى اللحظة. ماركوس راشفورد، هجمة لمانشستر يونايتد، كان بالإمكان أحسن من مكان، الكرة بتتخلص، ربع ساعة لنهاية أحداث هذا اللقاء، فابينيو، روبرتو فيرمينو، جوردان هندرسون،
شوف تبادل الكرات بكل هدوء، البحث عن مساحة، البحث عن ثغرة في خط الدفاع. تمريرة صلاح تقطع في الطريق. ماك توميني، البحث عن هجمة مرتدة. الله على الأداء اللي يقدم الفريق في بناء اللعب. شوف الكرة في أرضية الملعب، شوف نقل الكرة، شوف الهدوء، شوف الثقة. فرصة للتقدم الآن من جديد في وقت مثال، يتدخل بيشتت الكرة، بيخلصها في اللقطة الماضية. إيدينسون كافاني، مستحيل الكرة، كرة بترتد من القائم. يا لها من لحظات مثيرة نعيشها الآن مع نهاية المباراة. تدخلت العارضة، منعت هدفا محققا، كاد أن ينهي كل شيء ويقضي على كل شيء. حلو نقل الكرة من مانشستر يونايتد. الله على التمريرة العالية، ما زال البحث جاريا عن فرصة. سانشو تصل إلى كافاني، راية ترفع هنا تعلن عن وجود حالة تسلل. بعض التركيز كان كفيل بكسر مصيدة التسلل، كان في تسرع في لعب التمريرة مما أوقعهم في هذه الحالة. تغيير تكتيكي من جانب المدرب، يسعى من خلال الحفاظ على النتيجة. حارس المرمى يهديهم الكرة، لن يخسر الكرة بعد هذا التدخل. انتهت المباراة ومانشستر يونايتد يفوز بالديربي. الفوز بفارق هدف مثل الفوز بنتيجة عريضة. اليوم كان فوز صعب، لكن في النهاية هذا لا ينتقص منهم أو من نقاطهم في شيء بالتأكيد. شفنا اليوم مستوى ممتاز من جانب برونو فرنانديز، الحقيقة كان يستحق كل الإشادة. تمكن من تسجيل هدفين، ساهم أيضا في فوز فريقه، والجماهير راح تكون راضية عن اللي قدمه، هو نفسه أيضا سيكون سعيد بمساهمته.